تماشياً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في رأس الخيمة، وتنفيذاً لتوجيهاتها الحكيمة، وضعنا خططاً طموحة لاستشراف المستقبل، وعملنا بروح الفريق الواحد لنصنع قصة نجاح فريدة أساسها الإنجاز، وهدفها تعزيز المكانة الرائدة لإمارتنا الحبيبة وتفعيل مساهماتها في مسيرة التطوير الشاملة في دولة الإمارات. وها نحن اليوم نحيي ذكرى 10 أعوام من النهضة العمرانية والنمو السياحي والاقتصادي، 10 أعوام من السعي المستمر لتعزيز حضور رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. عشرة أعوام من الجهود الدؤوبة لتطوير منظومة العمل الحكومي وإنجاز التحول الرقمي الإلكتروني. 10 أعوام من الاستثمار في تطوير الموارد البشرية باعتبارها الأولوية القصوى والعنصر الأهم في خطط التنمية الوطنية. 10 أعوام من الارتقاء بالتعليم والصحة وتوفير الحياة الرغيدة لسكان الإمارة. 10 أعوام ورأس الخيمة واحة غناء يرفل أبناؤها وزوارها بنعمة الأمن والاستقرار. 10 أعوام أثبتنا من خلالها أن التاريخ يقاس بالإنجازات، وأن الزمن هو مجرد شاهد على إرادتنا القوية في تخطي المستحيل. Thank you.